خو تنقصوا بزاف الهضره في هادشي ديال الكورونا، على حق داش فريمون شي كيأثر على النفسيه، وندوف في شي حاجه اخرى زوينه اللي تنفعنا ان شاء الله. وفريمون باغي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي بزاف ديال الناس كيبان ليها ما ينجحش، مضيع راسو براسو. صراحه الا بغيتي تنجح نقول لك واحد 80% عقليه و20% خدمه، ولكن ما كيعنيش ان 20% خدمه تحقر الخدمه وتقول لا ما نخدمش. لا، ما كاينش شي نجاح بلا خدمه. المعادله ما كتكملش 100%، ما توصلش للنجاح الا ما خدمتش، ولكن 80% عقليه. دابا غادي نقول لك واحد الجمله هي باش غادي نبداو هاد الستوريات هادو، وغادي تتفقوا معايا كاع الفاشلين في حياتهم. غادي نقول لك باللي هاد الحياه هادي كتعطيه للناس اللي ما كيستحقوش، اما الناس اللي كيستحقوا للاسف ما كتعطيهمش. دابا غادي تقول لي يا سخا السيمو كاينه، والله حتى كاينه صراحه، تعطيه اللي ما يستاهلش. صراحه شنو غادي نقول لك، يقدر انا وانت وحدين اخرين كيبان لينا داك الشخص ما يستاهلش، ولكن حنا شكون حنا اصلا؟ والو. شكون حنا؟ والو. على حقيقة شكون خلى الله الاخرين يقرروا واش انت تستاهل ولا ما تستاهلش؟ والله ما يوصلك شي رزق بالله، والله لا وصلك. ولكن شكون هو اللي كيقرر؟ انت. هذاك خونا اللي كيبان لنا حنا ما يستاهلش، لا جلسنا معاه يقول لك انا نستاهل. ريح مع اي واحد ناجح وجلس معاه غيبان لك راسو انه هو كيبان ليه كيستحق وكيستحق اكثر. يقدر انت تيبان لك ما كيستحقش، ولكن ما كيهمش انت، كيهم هو مع راسو. هو مع راسو كيبان ليه كيستحق ولا كيستحق اكثر من داكشي اللي وصل ليه. انت في الوقت اللي كدوي على راسك وكتحط انا ما عنديش الزهر، انا محقور، انا مظلوم، وكيحطوا واحد الجمل اخرين، انا مسهل عليا الله ان شاء الله غنوصلها، انا بخير، انا هو الاول، انا هو اللي كاين، انا هو المعلم. انت ملي كتردد دوك الجمل كتقول انا ما نستحقش فريمون، ولا مثلا جلسنا مع داك الفنان محمد رمضان تقول لي لا صوت لا صوره لا زين لا مجيب كري، ولكن هو تيقول لك انا النمبر وان، وفعلا هو النمبر وان لانه امن بها هنا معلم. غادي تقول لي يا معلم واش هذاك صوت عنده صوت اصاحبي، هذاك الناس الصوت ديالهم واعر وما تفروش. ما سوقناش حنا في الناس ولا فيك انت ولا فيا انا، سوقنا فيه هو. هو تيبان له راسه هو النمبر وان ومامن بها، وفعلا داك الشيء تيبان في الواقع ديالو. هو كيبان له راسه كيستحق سالينا، تيبان له راسه هو النمبر وان، وفعلا راه نمبر وان، هو الممثل والمغني الاعلى اجرا في الدول العربيه كامله، وهو اللي كيسمعوا ليه الناس بزاف في الدول العربيه كامله، هو رقم واحد معلم. عاوتاني تعاود تعصب لي وتقول لي لا ما يستحقش صوتو عيان، نقول لك الساط راه ما سوقنا لا فيك انت لا في الناس لا في انا. راه السيستم ما كيتسوقش لنا حنا، كيتسوق للشخص شنو كيقول على راسو وشنو مامن براسو وشنو كيظن براسو. الساط من هاد الهضره هادي ردت البال ملي كتقول ديك انا ما عنديش الزهر، انا محقور، انا مقموع، انا مظلوم. صاط الواقع ديالك كيكون بحال هكاك. الحق داش انت اصلا بهاد الهضره هادي كتقول انا ما نستحقش، وفريمون الحياه ديالك كتكون ميؤوس من. حاول تبدل الطريقه باش كدوي على راسك. الحق داش غادي تاثر على حياتك. مثلا تيجي عندي شي واحد تيقول لي عندك الزهر، تنقول لي لا انا هو الزهر شخصيا، انا مبرمج راسي انا هو الزهر شخصيا، ما كنتسناش الزهر يجي لاني انا شخصيا هو الزهر. كيبقى فيا يوميا تنسمع هاد الجمل في المغرب، خويا راه انا ما عنديش الزهر، ولا عطاتك الزهر او انت راه اللي صدقات ليك. صافي ما تتاثر حتى في شي واحد، كتقتل يا راسك بيديك يوميا، حط راسك وكتشتف عليه، ما كتشتف على حتى شي واحد. وهادي من الحوايج اللي كتعجبني في الحياه، ان راه ما يمكن حتى شي واحد ياثر لك في حياتك، راه داكشي اللي مامن به انت. ممكن الا امنتي بشي حاجه قالوا لك شي هضره وتيقتي على راسك وامنتي بها وقالوا لك شتي انت عيان وامنتي براسك راك عيان، هي تبدل الواقع ديالك باش تولي عيان. واحد الحاجه اخرى حتى هي غادي نقولها لك مهمه، دابا غتسمع هاد الهضره غادي تقول غدا غادي نقول انا الحياه مزيانه، غادي نلقى خديمه، غادي تمشى لي الامور ان شاء الله ما يكون غير الخير. لا، نقول لك اخويا كنت كشخص سلبي حتى حاجه ما تبدل، وسمح لي لان ما غاديش تبدل في نهار ويومين، ولا تيقول لك اخي خاصها تبدل، خاصها واحد 6 شهور ديال الخدمه، خاصك تخدم على هاد الراس هذا واحد 6 شهور ديال الخدمه باش تعاود البرمجه، لان انت سنين وانت كتشتف على راسك. ايوا جا الوقت باش تنقي الحاله دابا شويه، راه راسك معلم مليوح في الارض وكتشتف عليه سنين وكامل ودمايا، تفرشختيه بديك الهضره الخاويه ديالك، شرشمتيه. دابا هي هادي الفرصه باش تجلس مع راسك وتهزو من الارض وتعتني به شويه بشويه، من هنا واحد 6 شهور تبان لك واحد الحياه اخرى. من وراها تولي تحس الحياه ميسره، كتعطيها شويه الخدمه وكتيسر الامور وكتمشي الامور، كتعكس مره مره كتبغي الحياه تزيد تاكد وكتعاود تيسر الامور، وانت مع الخدمه والايمان ديالك، والايمان ديالك بالله ما تخيبش يا معلم، ما تخيبش. انا راه ما تنعاودش لك داكشي اللي في الكتوبه، انا هادشي تعلمته من عند بوب بروكتور، فاديم زيلاند، دوك الناس ادفانس في هادشي، وخديت هاد الشيء البسيط اللي قلت لك دابا في هاد السطوري وكنطبقه في حياتي، وحياتي ميسره الحمد لله. راه ماشي شي واحد ما دير حتى حاجه في حياته كيعاود لك شي خبير خاوي.
راه انا مني انا كيقهروني هذوك ديال التنميه البشريه اللي ما دير حتى حاجه في حياته وفاشل في حياته وما عنده حتى 10000 درهم في الكونت وما لاقي حتى باش يخلص الكره وتيدوف شي حوايج كبار عليه. صادن بالستوري كانوا بالستالي كنعاودو نرجعو من الاول. الا قدرتي تقلب على الدراري اللي قراو معايا في البروميير اني بي تي اس والدوزيام اني بي تي اس من ورا الباك غايقولوا لك كاملين السيمولاي فرع كنجي ما فرعنا يوميا انا غادي نولي مليونير انا غادي نولي مليونير انا غادي ندير الفلوس وكاملين كانوا كيضحكوا عليا ولكن هو جيف ا فاك كانوا كيقولوا لي اخرتها الصاطه ديال لقاوك كتشحت ولكن ماشي مهم شنو كيقولوا لا هما شنو كيعتقدوا المهم هو شنو انا كنعتقد انا كنعتقد واعتقادي في الله انا مليونير صحا صحا فهمتي عندي هنايا حاس بها غادي طرا غادي طرا تقول لي لا وانا ما حاش بها وما الساط راه داكشي كيتبنى مع الوقت على حقاش الايمان ماشي شي حاجه كتكون الناس كتنوض مع الصباح كتبنى هي قلت لك كتعطي راسك واحد 6 شهور كتعاود نفس الهضره الهضره اللي غادي تجي مع مصلحتك نتايا الهضره ديال داكشي اللي باغي توصل ليه نتايا يعني عطي راسك شويه الوقت راه كان عرفتي كيدير نتايا ما كتشوفش راسك انا كنشوف راك مليوح في الارض وكامل دمايات يوميا كنتي كتشتف على راسك انا حمار ما نسواش اللي جاي يديرها بيا ما عند امي زارقه والبوني شماته هاكا كدو مع راسك ينعلبوا البلاد شفار كتير قهرونا شفرونا مرضونا قهرونا هذا هو اللونجا جمال دمايات عرفتي كي رديتي راسك كامل دمايات مفرشخ مليوح في الارض معلم وجالس كتسنى شي حاجه على برا غادي تبدل باش الحياه ديالك انت تبدل ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هاد الحاجه كاينه في وسط منك انت يا معلم والواقع راه ما عمرها يتبدل ما بدلتيش راسك الله شنو قال لك ما يغير لك حتى لعبه حتى حاجه ما تبدل حتى تبدل شي حاجه في وسط منك يعني خاص التغيير يجي منك ما تمشيش تقلب عليه على برا عند شي خونا ولا عند شي ختنا ولا القاوريه تجي تديك والو ما تبدلش والو اخونا كانت حياتهم تعيسه في المغرب داتهم القاوريه على برا شارفه ضيعوا مع حياتهم ورجعوا للبأس المغرب ولا بقاو تما عايشين شي حياه ديال الدل وتيقول لك ما راضيش نرجع ما راضيش وعايش الدل تما ولكن ما راضيش قداش بزاف الناس كيقلب على برا على القاوريه على الناس شنو يقولوا عليا صافي داكشي كامل المهم شي كتضيع وقتك عرفتي شنو هو المهم وداكشي اللي كتقول انت على راسك كيفاش كدوي انت على راسك وكيفاش كيبان لك راسك هذه هي الخلاصه مال الثقافه المغربيه كتفاكي هادشي كامل الا كان تيبان لك راسك واعر عاجبك راسك فعلا انا استطيع عجبني راسي كاع اللي نشوفو في التاريخ عاجبهم راسهم وخصك حتى انت يعجبك راسك ولا ما عجبكش راسك سمح لي ما غادي دير حتى لعبه في هاد الحياه هادي ومرحبا بك ما تسمعش للمادافاكرز على حقاش بزاف المادافاكرز كثاري عندنا في المغرب ما تسمعش لهم جمع واحد الليسته ديال الناس الناجحين بدا من ترامب حتى الحتاله ديال الناجحين كلشي عاجبو راسو اصلا كلشي انا عاجبني راسي اصلا وبزاف كاع واحد الجمله شهيره في الفيلم ديال ماتريكس قال لها انا كنحرر لك العقل ديالك وممكن نوريك الباب ولكن راك انت اللي خصك تمشي تدوز من الباب انا السطر انا وريتك الباب وانت خصك تمشي تدوز منه راه ما كاينش لا يجي يعاونك غتعاون راسك معنا وبالمناسبه ندوي حتى على المغنيين انك كتعطيهم الحياه وسهل كنت حنا درنا غناء دير العجاج لا دير ما تفروش اصاحبي راه كاين 30000 مغني كيتلاح ما كتسمعهمش كاع وتطلع لنا مغني واحد راه حتى شي مجال ما ساهل معلم والمغني اللي كيطلع لينا ما كيعجبكش بيان سو كتقول اه صوتو عيا انا صاحبي كاينين الناس ويلي ويلي تيطربوا الودن صح هذاك الصاد هذاك خونا اللي كيطرب الودن شخص سلبي العالم نحاه على جنب وطلع لنا الشخص اللي ما عندوش الصوت ولكن كيعتقد براسو انه واعر والمغني اللي كيطلع لينا ما كيعجبكش بيان سو كتقول اه صوتو عيا انا صاحبي كاينين الناس ويلي ويلي تيطربوا الودن صح هذاك الصاد هذاك خونا اللي كيطرب الودن شخص سلبي العالم نحاه على جنب وطلع لنا الشخص اللي ما عندوش الصوت ولكن كيعتقد براسو انه واعر ما نعمموش القاعده كاينين الناس عندهم صوت واعر وناجحين بيان سور كاينين ولكن في الاخر هي الاعتقاد ديالو هو في راسو ما كاين حتى شي واحد اخر ما سوقنا فيها تبقى تقارن انت خصات ما يستحقش صوتو عيان كاين ناس احسن منه فعلا كاين ناس احسن منه ولكن ما كيظنوش راسهم راه واعري واصلا هو الطموح ديالو شي حاجه اللي كتبان ليه كبيره اكبر ما ممكن يستحق هو يغني في شي كاباري واعر وبالتالي حتى داك الكاباري الواعر ما كيغنيش فيه كيغني من تحت شويه داك الواعر لان ما عمرها تاخذ داكشي اللي باغي تاخذ شويه تحت داكشي اللي باغي هكا دايره الحياه كتخليك بحال هكا معلق باش يبقى ديما عندك الشك باش يبقى ديما عندك الشك لان الا قلتي بغيتي هادي خديتيها بغيتي هادي خديتيها لا ديما بغيتي هادي حتى كتشك راه ما تاخذهاش عاود تقربها لك تعاود ثاني تمدي يدك تبعدها لك تعاود ثاني هاكو كتلعب معاك الحياه حتى تعطيها لك بالفن ولا كنتي فريمون باغي شي حاجه متعطش تاخذها والله لا عطاتها لك الحياه تجرجرك تركعك والو دير لك اسوء تجرجر نهار تقول صافي ما بقيتش بغيتها تقول لك هاي عشان واحد القانون معلم شكاع
اخوان هذا واش عندنا في هذا الموضوع هذا نسدوه هنايا. بارك الله يجعل البركه، راه اللي فيهم راه فيهم قضى غرض. وندير واحد 4 سطوريات 5 على واحد القضيه، ومن وراها نمشي نتكل على الله معلم. الا كان شي حاجه عجبتني في هذا الكورونا هادي هي خوتنا اللي كانوا تيعيقوا على الرولكس الجوتشي، يلا ورينا خاي سيمو سميطه هيرميس صفا دريه، يلا خاي سيمو ورينا واش كاين شي مليونير ما كيعرفش يلبس. شوف انا كي كنلبس، هذا دابا مليونير، شو انا كي كنلبس. ما شفناكش اخونا غبرتو كاملين، ما شفنا حتى واحد فيكم فهاد ملي وقفنا عليكم، والو والو. الى يومنا هذا الاخوان باقي عندي الايفون اكس، كيشوفوني كنتصور قدام شي مرايه غير الانفلونسر حميده شرا الايفون 11 برو المليونير. يا ودي يا ودي. ولكن الاخوان شنو نقولوا، راه نهضروا حتى هما هاد الناس هادو في الاخر، لان هادي ثقافه كبرنا فيها في المغرب، والو كنتوعي على الشكليات والمظاهر وكتحكم على الناس بالشكليات. انا ملي درت الكوميرس نقول لك شكون هما الناس اللي كنت كنتخلص منهم مزيان، هما الناس اللي ما كانوش لابسين مزيان. ما حدش كاين، الا سولتي شي واحد خدم في معرض مكناس للفلاحه غايقول لك شكون هما الناس اللي كيشريو من عندهم وكيخسروا الفلوس صحيحه، هما الناس اللي كيجي ضارب شي جلابيه وشي قبيه مشرقه كاع من تحت الكتف وكيجي كيحط الملايين صحيحه، ولا كيجيب التكستي ما تعطيهم الهضره وما تيشري ما تلعبها كيضيع لهم وقتهم. في الاخر هادي راه ثقافه، وكنهضر كاع الناس اللي تبرمجوا عليها، ولكن انا كندوي تنقول باش نغير الجيل اللي جاي، واخا واحد العشرات الناس، واخا نقول نطرف واحد 1000 ان شاء الله باذن الله مورا هاد الفيديوهات لانهم كيسرحوا واحد 1000 غنعتقو من ديك العقليه ديال المرض. وانا من الناس اللي كيعانيو من ثقافه المظاهر، انا ما كنلبسش ما كنتسوقش، يعني هاتريكو لابسو بالمقلاب نطلع في ستوريه عند وين نخرج بصندالة هانيه ما مسوقش، على خاطرش الفلوس هي عندي الفلوس كنعاون بهم الناس اللي قرابين ليا وراسي وكنعيش وما كنطلبش وما محتاجش، هادي هي عندي الفلوس بالنسبه ليا. بالنسبه ليا عندي الفلوس ماشي غادي نبقى نوزعها على الشركات البراندات هيرميز غوتشي شيت، هادشي ما نشريش انا، هادشي الله الا جاني كادو موي كنات كادو تجيني شي لبسه كادو شي حاجه كادو شي صبيبط واعر كادو، اما انا والله ما نخسر فلوسي بالرب المعبود. واحد النهار عيط لي واحد المسؤول في الرباط قال لي بغيت نتلاقى بك وكذا، واحد السيد هو اللي كان بيناتنا لقينا الكونتاكت، قال لي راه فلان بغى يتلاقى بك رئيس كذا كذا كذا، قلت له مرحبا. المهم قلت صافي نعرف لاني غادي نمشي نتلاقى مع السيد. المهم الاخوان لبست كوستيوم وكرافطه قد جيت الحاله صراحه، الا كانت شي حاجه رسميه راه كتقد الحاله. مشيت في الطريق وجلست ناكل واحد الطاجين، القميجه بيضه طاحت لي عليها المرقه، ما بدلت ما والو، مشيت عنده بحال هكا بحال هكا، انا اصلا ما كنتسوقش. المهم داز الميتينغ زوين دوينه كدا، ما كانت حتى شي حاجه زعما، قلت في الاخر ملي خرج من عنده كنقول لهاد السيد هذا اش عيط لي عادي صافي وخرجت عادي. المهم وتلاقينا تعرفنا، خديت الكونتاكت ديالو خدا الكونتاكت ديالي، ولكن ما تيبان لي بلي داك الاجتماع ما عنده حتى شي سبب. هادوك الناس كاملين كيقراو الجرائد الكبار يوميا، كيقراو الجرائد. خونا غادي يدخل لاسبريس شي سيمانه هادي غادي يلقى راه سيمو لايف يتبرع لصندوق كورونا ب 100 مليون، غادي يصيفط لي ميساج في واتساب ومن وراها غادي ندويو. قال لي اسمح لي يا سيمو لايف حكرتك داك النهار جيتيني بحوايجك فيهم المرقه، صراحه كنت باغي ندوي معاك شي حاجه كبيره وشي بروجيات وداك الشيء، ولكن ملي جيتي صراحه عجبني فهمتي، اللي ملي جيتي حوايجك فيهم المرقه تنويت، قلت هذا راه ما مليونير ما والو راه يقدر يكذب على عباد الله وصافي. قال لي يوم اللي كنتي خارج غادي في حالك طليت عليك باش نشوف كيفاش غادي تمشي واش تشد شي طاكسي ولا شي حاجه، بنتي لي هزيت واحد المازيراتي وقلت راك هير مسلفه من عند شي صاحبك ولا كارهه ولا شي حاجه. المهم شوف هو حكم عليا من الاخر من الباسي من الباسي. وبالعكس الاخوان انا عجبني السيد لان فريمون صراحه فهمتي هي ثقافه حتى هو كبر بها وانا كبرت بها، وحكم على بنادم من صباط، وانا قبل ما ندوي مع بنادم كنشوفه صباط ونقول لك عنده الفلوس لا ما عندوش. الثقافه هذه ديال بنادم بوح الشور قديم في عقله. الا مشيتي للمعرض ديال المكناس يبانوا لك الفلاحه وهذوك هما اللي كيخسروا الفلوس، ضارب جلابيه قبيه مشرقه فيها التراب ديال الفلاحه، الصباح كان كيفلح جا دابا للمعرض ديريكت، وعندهم الفلوس اللي ما كايناش عند انجينيور ضرب كوستيم كرافطة. الاخوان شي تشكليات بالمناسبه الاخوان، الا كان تيعجبك اللباس وكتلبس لراسك انا كنحترمك، الا كنتي كتلبس باش يشوفوك الناس انت ما ضفاكر الحقيقه، انا اش تندير اللي مريحني انا ما تنتسوقش للناس عليه، انا ما عزيزش عليا اللباس، كاين اللي عزيز عليه اللباس كنحترمو على قداش هو عزيز عليه ماشي على قبل الناس. الاخوان تيبان لي طولت ونمشي نتكل على الله حتى الغدا ان شاء الله وندير شي ستوريات عاوتاني مباركين. اخوان تبارك الله عليكم، الله يوفقنا ويوفقكم، دعوا معنا الاخوان وندعوا معكم، وان شاء الله يدوز هذا الشيء بخير وترجع الحياه لما كانت عليه، وان شاء الله مجير الخير.